المقدس بيقول: ولما سار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في التجربة. هو عارف اللي هيحصل له في المكان ده، هو عارف إن دي آخر أيامه معاهم، وابتدى يقول لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. الآية دي مهمة جدا بالنسبة لنا، وتكون صلاتنا كل يوم نصلي لكي لا ندخل في تجربة. في الصلاة الربانية يسوع علم وقال: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. وكمان حتى في صلاة عبيس كان بيتكلم: لا تدخلني في تجربة، لما كان في صلاة عبيس بيقول: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي، تحفظني من الشر، تحفظني من الشر. هنا بنفس المعنى بتاع لا تدخلني في تجربة. التجارب من إبليس، وإبليس هو أساس الشرور. علشان كده مهم جدا إن إحنا نصلي: لا تدخلنا في تجربة، احفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. الآيات دي تكررت مرة ومرات في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد عشان نتعلم منها. لتكن صلاتنا دائما: لا تدخلنا في تجربة.